السلام عليكم. بسرعة قفزت ليبيا إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي بعد التصعيد العسكري الذي شنه الضابط المتقاعد خليفة حفتر على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس برئاسة فايز السراج. فبعد مفاوضات في موسكو رعتها روسيا وتركيا من أجل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات حفتر، دخلت ألمانيا على مسرح الأحداث عبر الدعوة إلى مؤتمر برلين الأحد المقبل. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن هدف المؤتمر هو حظر الأسلحة إلى فريقي القتال، وإنه بداية عملية سياسية لحل الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة. تطورات تبعت انسحابا مفاجئا لخليفة حفتر من مفاوضات موسكو ورفضه التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حليف الحكومة الليبية إلى التهديد بتلقين حفتر درسا إذا ما واصل عملياته على طرابلس. مشاهدين الكرام، أنتم مدعوون لمشاهدة هذه الحلقة من برنامج حديث العرب التي نخصصها لبحث تفاعلات المشهد الليبي الأخيرة. أهلا بكم. منذ أن وقعت الأطراف الليبية في 2015 بمدينة الإسخيرات المغربية اتفاقاً لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، أصبحت بموجبه حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة المعترف بها دولياً. الأمم المتحدة قالت إن رئيس الحكومة المعترف بها دولياً فايز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا من خلال انتخابات عامة. لم يلبث حفتر أن انقلب على هذا الاتفاق ليشن هجوماً على العاصمة طرابلس في الرابع من نيسان 2019، قتل فيه أكثر من 280 مدنياً وحوالي 2000 مقاتل، ونزح نحو 146 ألف ليبي وفقاً للأمم المتحدة. وانتهت تلك الجولة بإحكام حكومة الوفاق السيطرة على مدينة غريان قبل أن تكرر محاولات حفتر للسيطرة على طرابلس مجدداً، لتطلب حكومة الوفاق رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبحري وبري لمواجهة قوة حفتر. في خضم تلك الأحداث برزت الدبلوماسية التركية في محاولة لإنجاح التهدئة وبذل جهود تهدف إلى إخماد الصراعات لا إلى تأجيجها كما تقول أنقرة. وضمن التحركات الدبلوماسية الواسعة، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 8 من شهر كانون الثاني الحالي إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاق السياسي الموقع في 2015. المحادثات التي جرت في العاصمة الروسية موسكو بعد إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار أدى إلى صمت الأسلحة الثقيلة، وإن كان كل طرف يتهم الثاني بخرق الهدنة في حوادث متفرقة، بيد أن حفتر غادر العاصمة الروسية موسكو دون أن يوقع على الاتفاق. رفض حفتر للوساطة التركية الروسية فتح باب التكهنات على مصراعيه بشأن الأسباب التي دفعت الجنرال الليبي لعدم التوقيع على الوثيقة التي تحدد شروط الهدنة في ليبيا تحت رعاية روسية تركية. كما أعادت طرح التساؤلات بشأن مستقبل الأزمة الليبية التي تسعى أطراف دولية وإقليمية عدة لإيجاد حل لها، ولعل آخرها المبادرة التي طرحتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لعقد مؤتمر للسلام في ليبيا برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية برلين في وقت لاحق هذا الشهر. يسعدنا ترحيب بضيفينا الكريمين الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني الليبي العام والأستاذ ياسين خطاب الكاتب والصحفي الليبي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ ياسين، نبدأ معك. يعني في مفاوضات موسكو التي رعتها روسيا وتركيا كانت الأمور تسير على ما يرام، وحتى مسؤولون من البلدين تركيا وروسيا قالوا إن حفتر في طريقه إلى التوقيع على الاتفاق، لكن فجأة انسحب في جنح الظلام لدرجة أن الرئيس التركي قال إنه فر هاربا. يعني ما الذي حصل؟ ما ملابسات هذا الانسحاب المفاجئ ورفضه التوقيع على الاتفاق برأيك؟ بداية تحية لك ولمشاهدي الكرام ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا. في حقيقة الأمر أن المعلومات الأولية تقول أن حفتر اشترط بعض الاشتراطات داخل، وهي اشتراطات شكلية في الحقيقة. كانت المبادرة مكتوب عليها مبادرة تركية روسية لوقف اطلاق النار، فقال لا تكتبوا تركيا
فطلبوا من الوفد التركي أن يلغي الكلمة، فلغى الوفد التركي كلمة تركية من المبادرة، يعني شيء شكلي. ثم قال لا نقول اتفقوا، نقول تفاهموا. فبحثوا الأمر قانونيا، قالوا ليس هناك مشكلة، أن هذا الإلزام هو إلزام قانوني، وأنت لديك ضامن دولي هو روسيا. الأمور ليست متعلقة بقانون، لأن حفتر لم يحترم القانون. لكن قيل بعد ذلك أن طلباته لبيت. نعم، هي هذه كانت طلباتها. طيب، طلباتها كانت قبلية، قبل توقيع حكومة الوفاق. تمام. فعندما عرض هذه الطلبات، هي كانت طلبات شكلية، وحكومة الوفاق والأتراك رأوا أن ليس هناك أي إخلال بالمضامين التي اتفقوا عليها، فتنازلوا هذه التنازلات الشكلية. ثم يبدو حسب الإخوة اللي كانوا حاضرين، قالوا أن كان هناك وفد إماراتي من 4 أشخاص على رأسهم قائم بأعمال إماراتي ومسؤول إماراتي، هم من استقبلوا حفتر، وهم من أداروا معه جزء من المفاوضات، كانوا معه ملازمين له طيلة المفاوضات. وبالتالي يعني عندما نقول الإمارات، فيبدو أن العرقلة جاءت من هذا الطرف. يبدو أن الإماراتيين والمصريين لا يريدون أن يخسروا أوراقهم التفاوضية مبكرا قبل مؤتمر برلين، وبالتالي حاولوا أن يناوروا ويتحركوا. لكن في حقيقة الأمر، ما قاله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم، قال أن حفتر تعهد لي بوقف إطلاق النار رغم عدم توقيعه، وبالتالي عدم توقيع حفتر يفهم في إطار الإطار التفاوضي، وليس في إطار موقف الاستمرار بين قوسين سرديتا وحرب على الإرهاب بين قوسين، وإنما هو موقف تفاوضي يريد من خلاله أن يكسب أوراق في مؤتمر برلين المزمع عقده في يوم الأحد المقبل. وبالتالي هي تحركات ومناورات تفاوضية وليست مواقف سياسية جادة. سأعود معك إلى تصريح يعني حفتر بأنه ملتزم بوقف إطلاق النار بعد قليل، لكن دعني أذهب للأستاذ محمد. يعني هل انسحاب حفتر هذا المفاجئ بناء على رؤية جديدة رآها تحقق مصلحته، خاصة أن وضعه العسكري على الأرض ليس سيئا بل هو جيد، أم أنه استجابة لطلب خارجي كما ألمح بذلك الأستاذ ياسين قبل قليل؟ هو يعني أستطيع أن نقول أن الطلب الخارجي موجود، لكن ليش الطلب الخارجي هذا؟ الطلب الخارجي هو لا يريد من حفتر ومن يدعمه أن تكون تركيا هي الضامن الوحيد للاتفاق، لأن يعلم يعني الموقف التركي منه ومن مشروعه الاستبدادي، وموقف تركيا من حكومة الوفاق، فلا يريد، وهو مصمم على هذا الاتفاق الذي تم في 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 موسكو، ما عندهش استعداد أنه هو يلتزم به. هو أصلا لم يلتزم بأي قاعدة قانونية، ولم يلتزم بأي اتفاق، ولم يلتزم يعني معهود عنه نقض العهود والمخالفة. لماذا لا يلتزم برأيك؟ لأنه هو يعني مستعجل على الوصول إلى السلطة، يعني هو مستعجل على يعني على السيطرة، ويريد أن يؤسس له ولأولاده من بعده إمبراطورية شبيهة بإمبراطورية القذافي. فهو يعني أي حاجة تعيقه في هذا الهدف مستعد يدوس عليها، سواء كان اتفاق أو كلمة أو تعهد أو قانون أو دستور أو حقوق إنسان. يعني هو يعني رجل منفلت من كل القيود ومن كل بالتالي وجود الضامن التركي يعلم أنه أمام حائط، يعني يسد منيع لا يستطيع أن يخرقه أو يتجاوزه، وبالتالي هو رفض أن يلتزم بأي التزام في موسكو، وربما ويعني ويريد زي ما قال الأستاذ ياسين، يريد أن مؤتمر برلين شوفي جاء لإنقاذه. طيب. كان مؤتمر برلين قبل فرفض حفتر للتوقيع كان مجهول الموعد. نعم. وكانت لجان تحضيرية، وكان التحضير نسمع للتحضير، لكن فجأة بمجرد ما رفض حفتر وخشي على حفتر أن ينتهي بدخول الفاعل التركي في المشهد. نعم. طيب. أعلنوا بسرعة وتجاوزوا كل التحضيرات وكل لو أذنت لي أن أجل الحديث عن مؤتمر برلين إلى ما بعد الفاصل، لكن أريد أن أسألك في السياق ذاته. يعني الرئيس أردوغان وصف خروجه من موسكو بأنه فر هاربا، هل في دلالة سياسية في هذا الكلام برأيك، خصوصا وأنه يقف بقوة وراء الحكومة الشرعية وضد حفتر؟ هو موقف الحكومة التركية واضح، يعني مش يعني ليس خفيا، هي حليف للحكومة، وهذا خصم يريد أن يقضي على الحكومة. يعني لماذا قال فر هاربا؟ يعني هل ثمت في هذا الاتفاق ما يضر بمصالح حفتر، اتفاق وقف إطلاق النار؟
نعم، هو لو تقيد بوقف اطلاق النار وفقا للاشتراطات التي في موسكو بضمان روسيا وتركيا فقط، سيكون عاجز عن اللعب، يعني عاجز عن الاختراق، عاجز عن لا يجد من يغطي عليه. تركيا وروسيا في الأخير يعني لديهما مصالح مشتركة، ولا يسمحان له، ظروفهم وعلاقاتهم الاستراتيجية والاقتصادية لا تسمحان لحفتر بأن يلعب على الاتفاق. لكن أوروبا الغربية والمشروع الغربي يختلف تماما يعني. طيب أستاذ ياسين، هل الموقف الحاصل وخروج حفتر بهذه الطريقة حفتر يعني انعدام فرص الاتفاق على وقف إطلاق النار كليا، أم أنه يمكن أن يرجع ويوقع، خصوصا وأن راعيه الروسي يريد هذا التوقيع، حتى وبدليل أن حتى مسؤولين في الحكومة الشرعية قالوا بأن روسيا ضغطت من أجل توقيع حفتر؟ هل انعدمت كليا فرص الاتفاق أم ما زال هناك فرصة قائمة؟ لا، هو ما تصريح وزير الخارجية يعني ضمنيا أن حفتر موافق على اتفاق وقف إطلاق النار، ليس لأن حفتر يريد إيقاف الهجوم على طرابلس، إنما لأن حفتر يعرف أن هناك توازنات إقليمية حدثت بعد 27 نوفمبر بعد توقيع الاتفاق مذكرتي التفاهم، وبالتالي التوازنات الإقليمية، دخول تركيا بشكل واضح وبشكل قانوني بالنسبة للأتراك بعد شرعنة البرلمان للاتفاقية وتفويض الرئاسة بإرسال جنود لتركيا، حفتر وداعميه يدركون جيدا ما معنى دخول ما معنى دخول الأتراك على خط الأزمة الليبية، وإنما كما سبق وأن ذكرنا هي محاولة للمناورة والتفاوض. لكن هذه هي خطوة أولى، والأتراك يقولون نحن دخلنا من أجل السياسة ولم ندخل من أجل الحرب، يعني دخلنا حتى نصنع توازن سياسي إقليمي، هذا التوازن يصنع حالة استقرار كما في نظرية العلاقات الدولية. هناك النظرية الواقعية اللي هي تقوم على التوازنات السياسية، هذا ما يحدث اليوم وهو ما سيحدث في مؤتمر برلين. أنا أظن أن حفتر هو يحاول أن يكسب الوقت ويحاول أن يكسب أرضية تفاوضية، لكنه يدرك جيدا أنه لا يستطيع أن يقف في وجه أي تحركات تركية، وبالتالي يحاول اليوم، ولاحظنا أيضا دخول ماكرون اليوم بتصريح يوم أمس دخوله لمحاولة إنقاذ مشروع حفتر، على اعتبار أن روسيا دخلت في صفقات جادة مع تركيا، روسيا ستكسب من هذه الصفقات، من تفاهم مع تركيا، صفقات مع حكومة الاتفاق تصل تقريبا إلى أكثر من 15 مليار، بالإضافة إلى أن جزء من التفاهم قد يكون على 3 روس معتقلين في ليبيا، موجودين في ليبيا، أحدهم شخصية مهمة جدا، هو عالم اجتماع روسي مهم، وهو أحد أهم الشخصيات التي تدير الملفات في المنطقة. فالتفاهم التركي الروسي سيتيح للروس مكاسب اقتصادية، وسيتيح لهم إعادة هؤلاء المعتقلين الذين يعني تعدهم موسكو شخصيات مهمة بالنسبة لإدارة ملفات الشرق الأوسط. وبالتالي هي هناك تفاهمات بين تركيا وروسيا، حفتر عندما حاول أن يتفلت من التفاهمات تحرك باتجاه أوروبا، لأن أوروبا منزعجة من تفاهم تركي روسي، تسوية شاملة تحدث في ليبيا لا تكون أوروبا طرف فيها، تحديدا فرنسا وإيطاليا، أو كما يسميه البعض صراع شركتي توتال وإني على النفط. هذا التفاهم التركي الروسي يحاول حفتر أن يتحرك في الفراغ الأوروبي، في الفراغات السياسية الأوروبية، والزعل الأوروبي تجاه هذه الاتفاقية. وربما لاحظنا تحديث ماكرون عن دخول مقاتلين سوريين، وأنه يندد بالتدخل، وقال نحن لا ندعم حفتر ولا ننسق مع الإمارات لدعم حفتر عسكريا. طبعا هذا تكذبه الوقائع على الأرض، ولا يكذبه كلامنا نحن أيضا، كلام واشنطن قالت أن صواريخ جافلين التي بيعت لباريس وجدت في غريان بنقل فرنسي، أن فرنسا من نقلتها إلى حفتر. وبالتالي هذا يعني هناك حفتر يحاول أن يتفلت من هذا الاتفاق ويحاول أن يوجد مساحات له في أوروبا، وأنا أظن أوروبا عاجزة عن صناعة مساحات سياسية لحفتر. وحقيقة سنتوسع أكثر في موضوع مؤتمر برلين ومدى علاقته بما يقال عن أنه احتكار تركي روسي للملف الليبي بعد قليل. قبل الفاصل أستاذ محمد، يعني فرضية نقد الوقف إطلاق النار، يعني هو وقف إطلاق النار حتى الآن هش بشهادة جميع المراقبين، وبالرغم من إعلان حفتر بعد مباحثات 3 ساعات مع وزير الخارجية الألماني بأنه ملتزم بوقف إطلاق النار، إلا أن هذا الإطلاق وقف إطلاق يعني هش وربما يعني يكسر في أي لحظة. طيب إذا ما كسر وهذا مرشح بالنسبة لبعض المراقبين، ما الخطوة التالية بالنسبة لحفتر؟
إذا ما كسر أعتقد أنه في وجود الفاعل التركي والقوات التركية يعني والدعم التركي ستكون يعني ستكون نهاية لمشروع حفتر الاستبدادية. كيف ذاك؟ يعني لا يستطيع هو أمام ثلة من الثوار الذين يقاتلون بأسلحة القذافي. الثوار الذين كانوا واجهوه سواء في بنغازي أو في درنة أو في طرابلس طيلة التسعة أشهر الماضية كانت بالأسلحة المتبقية من نظام القذافي، لم يأتيهم دعم ومع خارجي. ذلك تقدم ومع وسيطر ذلك حفتر، ومع ذلك عندما واجهوه مواجهة تقدم وسيطر في الفجوات في الصحراء يعني ولم يواجه لم يلقى مواجهة، لكن عندما وجه مواجهة جدية توقف لم يستطع أن يقف. أخذ سرت قبل أيام قليلة. لا هذه سرت يعني مدينة استراتيجية يعني على البحر، ليست بالحجم، ليست بحجم غريان مثلا، ليست بخطورة ترهونة على طرابلس. سرت في الصحراء كذلك وبعيدة عن العمرة وبعيدة عن حتى خطوط الإمداد للقوات المدافعة عن طرابلس، لكن المنطقة الغربية هذه يعني تصدي الثوار بالأسلحة الموروثة من نظام القذافي أوقف حفتر عن دخول طرابلس. إذا جاء دعم إضافي سيكون هذا سيقلب ميزان القوة يعني يعينهم على التخلص منه وإخراجهم من المنطقة الغربية عموما. يعني هو دخل كل عملياته، دخل دخوله لغريان كان بمؤامرة داخلية بشرائه لبعض الكتائب، دخوله لصرمان وصبراته كلها لم يكن بمواجهة عسكرية ولكن عن طريق شراء بعض الكتائب الموالية له، شراء ولاءات من الكتائب، لم يدخلها يعني جاء كفاحا هيك. أليس هذا الشراء مرشحا لأن يتكرر في طرابلس مثلا؟ لا صعب هذا، خصوصا أن هناك ما يسمون بكتيبة المداخل في طرابلس الذين يحتفظون بولاء ضمني لحفتر. نعم لكن هذا صعب لأن كتيبة المداخل لا تشكل مع القوة التي استنفرت للدفاع عن العاصمة، لا تشكل شيء ولا تستطيع أن تدخله غصبا عن هذه القوات يعني. طيب سنبحث بعد قليل خيارات الحكومة في مواجهة أي توترات وتفاعلات مقبلة في ليبيا. هذا فاصلا ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تبعات تعثر توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس بليبيا. أستاذ ياسين، يعني قبل أن أسألك السؤال المتعلق في هذا المحور، لاحظت أنك تريد أن تعلق على ما قاله بشأن سقوط سرت بقبضة قوات خليفة حفتر، من فضلك بدقيقة حتى أسألك السؤال مخصص. نعم، هو بس فيما يتعلق بسيطرة حفتر على درنة وبنغازي والجنوب، اولا بالنسبه لبنغازي هو اخذ يعني اخذ فيها وقت اكثر ما تستحق، اخذ فيها اكثر من 5 سنوات. لكن الشيء الذي تغير في معادله طرابلس ان في بنغازي لم يكن للشباب حليف، لم يكن لديهم حليف اقليمي ودولي، وبالتالي كانوا يحاربون لوحدهم، تركوا لوحدهم ولم يكن معهم اي حليف، وكان هناك يعني كان هناك محاولات كان الجميع يعتقد أن البلد ممكن تذهب في اتجاهات سياسية، فهذا اللي كان الحاصل. فيما يتعلق بسيطرتها على سرت، أنا أظن سيطرتها على سرت سيطرة مهمة في سياق إنهاك قوة مصراتها وإلهائها، ربما هذه قراءة مختلفة، لكن هذه تثبت أن حفتر، قوات حفتر لا تكسب بالخطط والتكتيكات العسكرية، وإنما تكسب بشراء الولاءات. يعني عندما سيطر على غريان، هو سيطر على غريان بشراء ولاء للقوات المحلية، لكنه خسرها بالتخطيط العسكري وبالحرب. دخل سرت بهذه بنفس الطريقة، لكنه خسر أجزاء منها بغرب سرت بالخطط العسكرية، وبالتالي حفتر يتمدد في فراغات
حكومة الوفاق، يتمدد في فراغات جبهة الوفاق عندما لا تستطيع جبهة الوفاق أن تحسم أمرها، عندما لم تحسم أمرها في سرت وأن تعرف القوات التي معها والقوات التي عليها، حفتر تحرك في هذه الفراغات. لا يعقل أن يعني لكن معذرة يعني أنه سأعود معك إلى موضوع اتفاق وقف إطلاق النار. حقيقة كان الليبيون يعولون عليه أهمية كبيرة. السؤال هو، كان هناك غضب في المعسكر الحكومة وحليفها التركي، هل من تبرير لهذا الغضب؟ يعني هل حكومة الوفاق الوطني وجدت نفسها محرجة بعد امتناع حفتر عن التوقيع على هذا الاتفاق؟ لا بالعكس، أنا أظن أن هذا كان نقطة قوة لحكومة الوفاق. بما تفسر هذا الغضب؟ نعم، نقطة قوة لحكومة الوفاق من ناحية أنها أظهرت وهي تحارب حفتر، أولا لم تقبل الجلوس معه بروتوكوليا، يعني لم تقبل الجلوس معه، وإن قبلت أن يكون جزء من الاتفاق هذا إشكالي صحيح، لكن هذا بمنطق التوازنات الإقليمية، لكنها قالت والاتفاق هذا كسر وأنهى سردية حفتر. ما معنى أنهى سردية حفتر؟ حفتر كان يقول هؤلاء خوارج وخارج المسمار، قال مع من نتفاوض؟ نحن قدمنا 7000 شهيد في معركة الكرامة، ومع من نتفاوض مع الخوارج والإرهابيين، لكن عندما جاء وكان يقول نحن ضد التدخل التركي وغزو الأتراك، لكنهم عندما جاءت لحظة التوازنات الإقليمية جلسوا وهندسوا مع الأتراك الاتفاقية، وحفتر طلب، يعني حفتر قبل أن يكون الأتراك جالسين، بالعكس قبل أن يكونوا ضامن لأحد الأطراف اللي هم حكومة الوفاق، وجلوسه يعني أنه قبل أن يكون شريك سياسي، يعني سردية الحكم والاستفراد فقدها، وهذا الذي كان يبحث عنه حفتر. اللي بين السردين مثلا مشكلة مع حفتر في شخصه، إنما مع مشروعه. حفتر لو كان جاء زي أي ليبي آخر عبر الصناديق كان ما فيش مشكلة، لكن مشكلة حفتر أنه اختار الأليات الخطأ، أنه اختار مشروع عسكري يحاول أن ينقذ على الليبيين، لكن لو أنه جاء مثل أي ليبي آخر ما فيش أي مشكلة. فبالتالي الأليات التي كان يعول عليها حفتر كسرت، وهزم حفتر من الناحية العسكرية، وجلوسه سياسيا يعني أنه لا يستطيع الحسم. طيب أريد أن أسأل أستاذ محمد، يعني ما الخطوات المقبلة بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني، خصوصا في ظل ما يظهر للبادي للناظر من بعيد أن يكاد يكون حفتر هو بيضة القبان في أي حل ليبي؟ الآن وزير خارجية ألمانيا يأتي إلى بنغازي، يجتمع 3 ساعات مع خليفة حفتر حتى يخرج في النهاية بإنجاز موافقة خليفة حفتر على الالتزام بوقف إطلاق النار. ما هي خطوات حكومة الوفاق الوطني؟ هو طبعاً أنا لا أتكلم باسم حكومة الوفاق، برأيك كمراقب طبعاً، ولكن أنا أرى أن حكومة الوفاق يجب ألا تفلت أي فرصة للقضاء على مشروع حفتر. حفتر يعني حتى يعني أي اتفاق معه أو أي دخول له في المشهد السياسي ومشاركة له في المشهد السياسي هو عبارة عن حرب مؤجلة. حرب مؤجلة إلى حين اللحظة المناسبة التي يراها حفتر وداعموه للانقضاض على العاصمة والقضاء على سلطة طرابلس. بالتالي لابد يعتبر حفتر هذا عدو استراتيجي لا يمكن التفاهم معه، حتى وإن تم التفاهم معه تكتيكيا وتبريد الجبهة في فترة من الفترات، ولكن يجب أن يكون على استعداد دائما لمواجهة حاسمة في يوم من الأيام. لكن حكومة الوفاق الآن في مرحلة الدفاع وليس في مرحلة الهجوم. هي هكذا، يعني يجب هو أصلا أنك أنت توقف وتطلب وقف إطلاق النار وترضى بوقف إطلاق النار، هذه نقطة ضعف، وأنت مهاجم يعني، وأنت أراضيك محتلة يعني، وأنت العدو على عتبة البيت يعني، هذا شيء يعني. لكن لإثبات حسن النية ولإثبات أن الحكومة طرابلس لا يحكمها الخوارج والميليشيات، وإنما في هناك مشروع سياسي وهناك قوة سياسية موجودة في العاصمة، يعني عندها مشروع وعندها رؤية لمستقبل البلد، وتتعارض وتتناقض مع مشروع حفتر، وبالتالي المشروعين تصادما. والمشروع الدولة المدنية دائما يميل إلى أن تحقيق المكاسب وتحقيق الأهداف بأقل قدر ممكن من التكلفة، وخاصة تكلفة الدماء. فبالتالي يعني لابد من يعني خطوة مثل هذه. وبعدين حتى هذه الخطوة كشفت يعني عن أهداف حفتر، يعني ليس حفتر أثبت أنه ليس جادا في طلب السلام ولا جادا في وقف إطلاق النار، وبالتالي هو ينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على العاصمة. بالتالي القوات التي في طرابلس يجب أن تكون على حذر وإصبعها على الزناد دائما لمواجهة أي
طارئ ممكن أو طيب نقض للعهد. طيب أريد أن أسأل ياسين عن مدى، إلى أي مدى يمكن أن يلتزم حفتر بوقف إطلاق النار؟ إلى أي مدى يستطيع أن يمسك أعصابه ويبعدها على عن الزناد، خصوصا في ضوء يعني تعدد الحلفاء والداعمين سواء كان إقليميا أو حتى دوليا؟ هو سؤال إشكالي، لأن حفتر لا يملك قرار الحرب. من يملك قرار الحرب هو داعميه اليوم، لأن حفتر دخل كورقة اليوم في إطار كما قلنا توازنات الإقليمية، لكنه عمليا حفتر يقبل بوقف إطلاق النار. حفتر رجع من موسكو أول أمس فجرا، حتى اليوم ليس هناك نار مفتوحة. نعم هناك خروقات تحدث، لكنها ليست هناك نار مفتوحة بمعنى خطط وهجوم، هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة. بالتالي هذا يعني أن حفتر يقبل وقف إطلاق النار عمليا، لكنه عدم التوقيع هي ورقة تفاوضية كما سبق وذكرنا، ورقة تفاوضية لأن الرجل يحاول أن يتمدد في الفراغ الأوروبي المنزعج من الدورة التركي الروسي، يحاول أن يضع شروطه في مؤتمر برلين، لأنه عندما يوقع اليوم على اتفاقية تنص على بعض البنود فهو بالتالي ضيق خياراته، والرجل يريد أن يتحرك في إطار التحكم الكامل في ليبيا. الأمر الآخر أن حفتر عندما عاد إلى ليبيا دون التوقيع هو يريد أن يبعث رسائل للداخل، لأنه إذا وقع حفتر دون أن يعود إلى الداخل فهو خسر جزء من رصيده، خسر جزء من رصيد الشعب، باعتبار أنه كان تقوم روايته على أن هؤلاء خوارج إرهابيين لا ليس هناك أي مجال للتفاوض معهم. عندما اليوم من أول 24 ساعة تتوقع تكون هناك مشكلة، لكن عندما ترجع للداخل هو يعني قام بعدد من الاجتماعات مع بين قوسين الفعاليات الاجتماعية والقبائل وكذا، حتى عندما يخرج قرار التوقيع أو رفض التوقيع يقول أنه ليس قراري وإنما قرار هذه الحاضنة الشعبية. هو يحاول أن يحافظ على الداخل بالتوازي مع الخارج، ودليل ذلك لافروف الذي قال حفتر سيعود بعد كم يوم، بعد أكثر من يوم، وأيضا تصريحات مايكو هاس الذي قال أن حفتر تعهد لي بالامتثال لوقف إطلاق النار، وهو على الأرض فعلا يعني الرجل أوقف وقف إطلاق النار ليس لأنه لا يريد الحرب، لأنه يعرف أن الحرب ليست في صالحه. والإدارة المصرية لماذا ليست في صالحه؟ لأن الإدارة المصرية الواضح فيها، الإدارة المصرية البيروقراطية قررت أنها لن تدخل في مواجهة مع تركيا، وتركيا حسمت أمرها لأن كسبت حليف مهم جار من البحر، وبالتالي تركيا لن تترك هذا المكسب المهم. بعد أن وجدت جار في البحر المتوسط، بعد أن تخلى عن الجميع، مصر ذهبت إلى إسرائيل والثلاثي قبرص وإسرائيل واليونان، يعني لم يعد لديها إلا خيار ليبيا، حدودها البحرية، وبالتالي تركيا ستحافظ على هذه الاتفاقية وستمضي في هذا الاتفاق، ولديها أدواتها للردع، وهذا واضح جدا. ومن يدرس عن الميليتري باورز يعني القوة العسكرية لتركيا سيجد أن تركيا لا يمكن أن تقارن بأي قوة موجودة في المنطقة، لا على مستوى الإدارة العسكرية ولا على مستوى لكن طرابلس بعيدة جدا عن تركيا، لكن هناك تفاهمات. ودعني أنقل لك سؤالا استنتاجيا، يعني أن وهذا مطروح، يعني أن تركيا لم تستطع بين قوسين أن تفعل شيئا على حدودها في سوريا، كيف بها أن تفعل مثلا في ليبيا على بعد آلاف الكيلومترات؟ لا، أنا أظن المعادلة في سوريا مختلفة. المعادلة في سوريا هي جوار إسرائيل، سوريا هي فيها قوة كبرى وحسمت أمرها، وهناك معارضة مفتتة وليس لديها مشروع. اليوم هناك قوة متفقت في طرابلس، لكن ليبيا أيضا بوابة الهجرة إلى أوروبا، وأوروبا لا تريد تركيا أن تضع قبضتها على ليبيا. نعم، لكنها نقطة قوة ونقطة ضعف. يعني عندما حكومة الرفاق اليوم أدارت ملف الهجرة بشكل جيد وتحول إلى ورقة تفاوضية، نحن من أوقفنا تدفق الهجرة غير الشرعية، هكذا تقول حكومة الرفاق. الهجرة غير الشرعية في العام المنصرم المهاجرون من تونس أكثر من المهاجرين من ليبيا، وبالتالي هذه الأوراق قد تكون أوراق تفاوضية إذا أحسنت إدارتها من ناحية التفاوضية السياسية، وقد تكون نقاط ضعف إذا أنت تركت الأمور خبط عشواء. أنا أظن أن هناك تنظيم سياسي، وأنا أظن الدور التركي يعني وازن، وبالعكس جعل هناك حالة من يعني من التفوق لصالح حكومة الوفاق على مستوى التوازن الإقليمي. طيب أريد أن أسمع من الأستاذ محمد بقراءة موضوعية لتوازنات القوى على الأرض في ليبيا، ما طبيعة الدور التركي في عرقلة مشروعات وطموحات حفتر العسكرية، خصوصا بعد قول الرئيس التركي بأنه سيلقن حفتر درسا إذا ما وصل أعماله على طرابلس؟ هو زي ما قال لك الأستاذ، يعني فيه مشاريع، يعني تركيا حوصرت في فترة ما داخل إقليمها،
والان وجد زي ما قال الاستاذ ياسين وجدت فرصتها في ان هي يعني تبسط او يعني تمد شبكه مصالحها عبر ليبيا. هناك خصوم لتركيا، خصم المصري هذا السيسي منزعج جدا من دخول تركيا على الساحه الليبيه، ويعني وان يكون لها فعل ودور في مسار سياسي في ليبيا. هذا المستقبل، يعني تركيا تريد ان يعني هناك في صراع ما بينها وبين السيسي، نظام السيسي، ولا بد ان ينتصر احد الطرفين في الساحه الليبيه. كان يسعى السيسي للسيطره على المنطقه الشرقيه تحديدا، ويعني تصريحات حفتر ومن معه في يعني عن البترول الليبي وعن الاراضي الليبيه، وربما صرح وقال احنا ممكن نجيبوا حتى 10 مليون مصري في يعني هذا مشروع مصري استراتيجي، تمدد في الدولة الليبية وفي الأراضي الليبية، وحل المشاكل الاقتصادية والسكانية في عبر ليبيا، عبر المساحة أو الجغرافيا الليبية، وأيضا تقليص أو يعني حرمان تركيا من أن تكون لها، وخاصة لو دخلت أو سيطرت السيسي أو سيطرة نهائية حفتر على برقة أو على ليبيا، يعني مشروع الاتفاق الحدود البحرية بينه سيكون منتهيا، يعني سينتهي لكن الاتفاق. لكن أستاذ محمد معذرة، إنما قصدته من سؤالي عندما يقول مثلا أردوغان إنه سيلقن حفتر درسا إذا ما واصل قصفه لطرابلس أو هجومه على الشعب الليبي، ما طبيعة هذا الدرس؟ ما يمكن لتركيا أن تفعل؟ طبعا استمرار حفتر في العدوان على طرابلس سيهدم المشروع التركي أصلا، سيعدم هذه الاتفاقية، ستنتهي هذه الاتفاقية، وستتقلص الحدود البحرية لتركيا إلى عندما تكون السلطة في طرابلس يعني لا تعترف بهذا الاتفاق وتلغيه، سيعود الوضع زي ما كانت تركيا محرومة من هذه المساحة البحرية ومحرومة من هذه الثروات، وبالتالي يعني الدفاع يعني سيكون دفاع مستميت، وسيكون الدرس قاسيا فعلا لو شعرت تركيا بأن حفتر أصبح خطرا يعني حالا على العاصمة. طيب سنواصل حديثنا لكن فاصل أخير ومن ثم نستكمل ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ ياسين، نشهد خطوات متسارعة ويعني تدفق دولي إلى الساحة الليبية إذا ما صح التعبير. طيب بعد مفاوضات موسكو الآن ألمانيا تدخل على خط الأحداث وتدعو إلى مؤتمر برلين يوم الأحد يعني بعد 3 أيام. إذا ما تجاوزنا الأهداف المعلنة على لسان أنجيلا ميركل عن أن هذا الهدف، أن هذا المؤتمر هو هدفه حظر الأسلحة إلى جانبي القتال، وأنه بداية لعملية سياسية قد تكون طويلة برعاية الأمم المتحدة، ضع هذه الأهداف المعلنة عنها جانبا، هل تلمح أهدافا غير مصرح عنها في هذا المؤتمر؟ نعم، من دون شك أن لحظة الاتفاق التركي الروسي أيقظت القارة العجوز، وأوروبا تعتقد أن هذه اللحظة هي لحظة حاسمة وحرجة في استمرار نفوذها الذي امتد لأكثر من قرن في ليبيا. ودخول تركيا وروسيا هو دخول غير مسبوق، يعني هناك تغير في الإقليم، في شكل الإقليم، لأن هذا الإقليم لم تسيطر عليه، لم تمتد يد روسيا له منذ على مدى تاريخها تقريبا، وتركيا خرجت منه منذ أكثر من قرن، وبالتالي عودة تركيا وروسيا تقلق الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا وإيطاليا، وبالتالي هم حاولوا أن يستفيدوا، أن يأخذوا روح التوافق، روح التسوية السياسية التي حدثت في موسكو،
وقرروا الأحد المقبل موعد لمؤتمر برلين. الجميع يعرف أن مؤتمر برلين لم يكن محدد قبل موسكو، بالتالي هم يحاولوا أن يلتقطوا الملف من موسكو ومن أنقرة. لكن أنا أظن أن ما تقدمه موسكو وأنقرة للطرفين لحكومة الرفاق ولحفتر لا تقدمه أوروبا، باعتبار أن تركيا هي ضامن، هي حليف لحكومة الرفاق، وروسيا هي حليف وضامن. لكن أوروبا ليست لديها أي قدرة على 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 تقديم ضمانات لأطراف أخرى، يعني فرنسا وإيطاليا. إيطاليا ليست حليف موثوق به من قبل حكومة الرفاق. فرنسا صحيح هي داعمه لحفتر، لكنها تراجعت لصالح الدب الروسي. وبالتالي انا اظن ان ما تقدمه تركيا وروسيا لا تستطيع اوروبا ان تقدمه الا المانيا في اطار الدور الايجابي، من ناحيه انها دوله محايده، دوله ليست منخرطه في الصراع الليبي، وبالتالي هناك موثوقيه اكثر في اداره المانيا لهذه المفاوضات. لكن انا اظن انه هو محاوله من اوروبا لوضع بعض الشروط التفاوضية، وعلى رأسها بعض الشروط لا علاقة بمصالح نفطية. أما محاولة السيطرة والتحرك بشكل كما تتحرك روسيا وتركيا، أنا أظن أن كل الدول أوروبا بما فيهم فرنسا وإيطاليا، وتحديدا إيطاليا التي تعتقد أن ليبيا لها نفوذ تاريخي، غير قادرة عليها. وفرنسا أيضا بدأت تخسر في كثير من نفوذها في أفريقيا لصالح تركيا. نحن نعلم اليوم أن تركيا تقريبا هي رقم واحد أكثر دولة لها تمثيل في أفريقيا، وأفريقيا تاريخيا هي لفرنسا. تركيا لها 46 تقريبا سفارة في 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 أفريقيا، هذا رقم كبير. فرنسا تضايق في طيب. في ملف الجزائر من قبل روسيا والصين وأمريكا. طب بناء على هذه المعطيات التي ذكرتها، قد يكون مفهوم تدخل إيطاليا أو تدخل روسيا، لكن ألمانيا أريد أن أسأل عنها الأستاذ محمد. يعني إيطاليا مهتمة تاريخيا بليبيا، فرنسا شاركت بقوة في إزاحة معمر القذافي من السلطة في ليبيا، لكن ليس مفهوما لماذا ألمانيا دفعت بكل هذه القوة إلى الملف الليبي. هل لديك تفسير ما؟ وربما الصراع الذي كان يعني في السابق ما بين إيطاليا وفرنسا على ليبيا هو الذي لا يؤهلهم لأن يتفقوا الآن، لأن بقايا الصراع يعني والتنافس على الثروات في ليبيا وعلى النفوذ في ليبيا جعلهم يعني لا يثقون في بعضهم. هم اصلا لا يثقون، وهذا هو مكمن الضعف في المشروع الاوروبي. يعني المشروع الاوروبي جاءت دول مختلفه في مصالحها وربما حتى متناقضه. ربما الالمان ليس لهم يعني سابقه استعماريه في ليبيا، وربما يكونوا محايدين فقدموا الألمان، لكن الألمان دائما محسوبين على أوروبا طبعا، محسوبين على 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 فرنسا وعلى إيطاليا وعلى اليونان. في الأخير بوكلر هو يعني التحجيم أو محاولة المؤتمر برلين هو محاولة لتحجيم الدور التركي أساسا، وقوفا مع اليونان، لأن اليونان تضررت من الاتفاق البحري الليبي التركي، وبالتالي هم يحاولوا. هذا هو الغرض من يعني الغرض الذي لم يعلن عنه، هو تحجيم الدور التركي ومحاولة يعني الخروج بأقل الأضرار من هذا الاتفاق لصالح اليونان ولصالح المنظومة الغربية. فرنسا وإيطاليا ما لا يتفقان ولا يثقون في بعضهم، حتى لا يثقون في بعضهم، في يعني من أشهر كانوا متنافسين، ولم يوحدهم إلا دخول اللاعب التركي على المسرح. بالتالي الدور الألماني يبدو لي أنه دور مفصلي في هذا المؤتمر. وطبعا هو لا يجب ألا نغفل أن يعني المشروع الغربي عموما هو موقفة من 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 ثورات الربيع العربي ومن حرمان الشعوب من إقامة ديمقراطيتها. الآن يعني الأهداف هذه التي أعلنت أهداف حقيقية، يعني منع توريد السلاح إلى ليبيا. السلاح يرد إلى حفتر من 4 سنوات وخمس سنوات، وبشهادة الأمم المتحدة وبشهادة وبالوثائق المعلنة. يعني لماذا الآن تنبهوا إلى ضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن في خصوص حظر الأسلحة؟ لأن السلاح بدأ يأتي
إلى القوة التي عندها مشروع إقامة دولة مدنية ودولة ديمقراطية وهو حكومة الوفاق الوطني. طبعا فهي المشروع في إطار استراتيجية طويلة المدى وواسعة بيحاولوا أن هم على الأقل إن لم يستطيعوا أن ينتصر حفتر في المشهد أن يحافظ عليه كلاعب وكبيدق إلى وقت الحاجة. طيب أستاذ ياسين، هل يملك مؤتمر برلين في سياق الملابسات التي يعقد فيها فرصة نجاح في إشعال ضوء في نهاية نفق الأزمة الليبية الذي يبدو مظلما حتى الآن، أم أنه سينشئ خطا موازيا لخط موسكو وأنقرة وبالتالي يعقد المشكلة، ينشئ صراعا بين محورين إقليمي ودولي على ليبيا؟ أنا أظن أن ألمانيا ليست لها تلك الحساسية الكبرى من اتفاق موسكو وتركيا، وكان هذا تختلف مع ضيفي موسكو وأنقرة، وكان هذا واضح في تحركات أنجيلا ميركل مع البلدين. هي تحركت للبلدين وحاولت أن تبني على الاتفاق لأنها ستستفيد من هذا الاتفاق في إطار براغماتي، أقصد يعني ليست لديها ما تخسر. وألمانيا تحاول أن تعول على تجربة يعني لو نجحت تجربة التوافق وتجربة التسوية السياسية في ليبيا، هذا سيعيد شيء من الثقة للقيادة الألمانية، خصوصا في ظل الصراع على الاتحاد الأوروبي مع فرنسا بعد خروج بريطانيا تقريبا أو كادت. فهذا يعيد شيء من الثقة للقيادة السياسية الألمانية ويجعل ألمانيا ربما تستعيد شيء من عافيتها، تستطيع أن تتحرك بشكل أكبر، خصوصا في ظل أنها أكثر حيادا من إيطاليا وفرنسا، أقل مصالح، وربما تدخل كطرف يستطيع أن يفاوض مع الجميع بدون أن يخسر أحد. فإيطاليا هي بالنسبة لحفتر هي طرف غير موثوق به، مشكوك في أمر بالنسبة لحفتر، وفرنسا طبعا بالنسبة لحكومة الوفاق هي شبه دولة محاربة. طيب ياسين، هذا على مستوى ألمانيا كدولة، لكن على مستوى المؤتمر هل هو قادر على يعني إيجاد نوع ما حل أو أرضية لحل، أم أنه سيكون فقط يعني حلف موازي للحلف الروسي أو المسار الروسي التركي؟ لا، أنا أظن أنه سيكمل المسار الروسي كيف؟ التركي، لأنه المسار الروسي التركي هو من صنع لحظة وقف إطلاق النار. يعني ثمة من يقول بأن مؤتمر برلين هو يعني مؤتمر ضرار، يعني ما أنشئ إلا لكي يقطع الطريق على المسار الروسي التركي، لكنه دبلوماسيا أنا أظن أن برلين لن تعارض موسكو وأنقرة، لن تعارض اتفاق موسكو، لكنها ستحاول أن تبني عليه في إطار تعزيز المصالح الأوروبية، بمعنى أن هي استفادت من لحظة اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها تحاول أن ما بعد وقف إطلاق النار تحاول أن تستفيد منها لصالحها. أنا أظن أن هذا سيحدث في مؤتمر برلين، ومؤتمر برلين في النهاية سيؤول لصالح تركيا وروسيا، لأن لديهم مصالح ولديهم تسوية واضحة متفق عليها. تركيا وروسيا استفاد الطرفين من الدخول في ليبيا، وضمن الطرفين لحفتر ولحكومة الوفاق. هذا لا تستطيع أوروبا أن تتحرك فيه، وإنما أوروبا ستكون أرضية، ميدان للتحاور، ميدان للمفاوضات، لكنها لن تتجاوز هذا الدور البروتوكولي. يعني أنت من المؤمنين بأن مؤتمر برلين سيشعل ضوءا في نهاية النفق؟ أنا أظن أنه هو سيصنع حالة، سيؤسس لحالة التوازن الإقليمي ستبدأ بعدها التسوية السياسية. طيب، من المنطقي وضع كل الاحتمالات على الطاولة وبحثها. إذا ما أخفق مؤتمر برلين في إشعال هذا الضوء في نهاية نفق الأزمة الليبية، ما المسار الذي ستتجه إليه، ستسلكه الأزمة الليبية في المستقبل برأيك؟ المسار يعني أحدده استعجال حفتر، يعني واضح أن القوات التي تدافع عن طرابلس ليست لها رغبة يعني في استمرار القتال، يعني والقتال يعني في بين البيوت، يعني والخسائر اللي في البنية التحتية في طرابلس والخسائر البشرية في المدنيين والأطفال والتهجير، يعني هذا كله يعني يدعو إلى أن يعني تجاوز أو محاولة يعني إيقاف القتال قدر الإمكان بأقل الخسائر يعني. لكن إذا أنا الخشية كلها من أن يعني تحصل يعني غفلة ما أو يعني اختلال في توازن القوى في لحظة ما، وسيكون حفتر هو الذي سينقض العهد والميثاق، يعني هذا الذي عودنا عليه حفتر، وهذا مشروع يعني مشروعه أصلاً، مشروعه هو عدم الالتزام بأي شيء.
وبالتالي ودعموها ايضا يعني السيسي وحتى روسيا، يعني روسيا وما فعلته في سوريا وما يعني تنقض الاتفاقات الان، مناطق يعني خفض التصعيد وهذا لن تنقض من روسيا ومن النظام ومن يعني نحن يعني لا نعول بعد الله سبحانه وتعالى إلا على وجود الضامن التركي الذي له مصالح حقيقية في بقاء حكومة الوفاق، وله مصالح حقيقية في مشروع، وهو الحقيقة متحالف حتى مع ثورات الربيع العربي ومشروع يعني الدولة الديمقراطية المدنية، لأن طبيعة النظام ديمقراطي ولا ينسجم ولا يستطيع أن يتوافق إلا مع نظم مشابهة له، لم يستطع أن يتوافق مع حفتر ولا مع السيسي ولا مع بشار، والنظم هذه الاستبدادية الشمولية يعني التعاون الحقيقي والوثيق بين الدول لازم أن يكون فيه هناك قدر من الانسجام والتشابه في الأهداف والتشابه في البنية السياسية للدول، وبالتالي ما عندهاش مستقبل أن يعني ممكن يستفيد من وجود حفتر، وبالتالي ما عندهاش تركيا ليس لها خيار إلا دعم مشروع الدولة المدنية في ليبيا. طيب يعني أختم معك، هل تتوقع أن الآن الأمور تسير في نحو في صالح حكومة الوفاق الوطني أم أنها تسير بشكل مبهم لا أحد يعرف في مصلحة من في ليبيا؟ والله هو كل الاحتمالات واردة يعني، لكن وجود اللاعب التركي بقوة لن يسمح بأن تميل الكف في الوقت الحالي على الأقل، إن لم تطرأ طوارئ. طبعا تركيا تتعرض لهجمة عالمية يعني والحصار من مختلف الجهات، وربما في لحظة من اللحظات تشغل تركيا بساحة من الساحات التي أكثر أهمية من ليبيا، وتجد حكومة الوفاق نفسها عاجزة عن دعمها، وبالتالي يجب الآن بناء أساس متين للمرحلة القادمة، إما بالقضاء على حفتر أساسا ويعني أو إضعافه للحد الذي يؤمن فيه في المستقبل القريب أو المنظور أن يكون له يعني طمع في أن ينقض العهد أو يكون يعني يطمع في السيطرة على العصر. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريمين الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني الليبي العام والأستاذ ياسين خطاب الكاتب والصحفي الليبي. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.